حليان الدنيا بلبنان الأخضر، ولكن 48 ساعة انفتحت نار جهنم على جزء لا يتجزأ من بلدنا اللي منحبه كتير هو لبنان. إذا كنا منحب بلدنا، أنا بدي حيي روح التضامن بكل هالمأساة اللي عشناها بهال 48 ساعة اللي كانت بالفعل مأساوية على كل الصعد. أولاً على الناس يلي كانوا ممكن بيتوقعوا كل شيء من عدا هالحجم الكبير من الأضرار يلي طالتهم، ويلي اليوم ما بدنا نبكي على الأطلال، ولكن بدنا نحيي كل الجهود يلي انوضعت حتى نرجع هيك نشوف منهم السما يلي تدخلت والعناية الإلهية يلي وقفت، وأكيد الأبطال دفاع مدني وجيش لبناني ومتطوعين وكل إنسان مد يد المساعدة حتى نرجع نلملم حالنا. وهيدا هي روح التضامن اللي بقدر اليوم إننا ننحني أمامها بلبنان ونقول الحمد لله لبنان بعده بألف خير. ولكن العتب كتير كبير، وتعودوا اللبنانيين مع كل مأساة حكي وعود ومؤتمرات واتهامات وكلام ما بيفيد محل. مشكورة كل البلدان يلي أبدت استعدادها لمد يد المساعدة وشو قلنا عليها، ولكن على دولتنا اللبنانية تحزم أمرها وتعرف إنه عندها شعب كتير عم بيعاني. ما نطرنا نحن حتى تصير هالحرايق حتى نتضامن، الناس مع بعضها متضامنة. يا ريت المسؤولين بيتضامنوا تجاه الشعب، ويا ريت بيعطوه جزء لا بسيط كتير من ما يستحق هذا الشعب يلي مع كل مأساة بيدفع الثمن، ولكن بيبقى دايماً عنده أمل. ما بعرف من بعدها 48 ساعة شو باقي من أمل من المسؤولين، باقي أمل من الناس يلي من كل لبنان حاولت إنها تعمل شيء، ولكن من المسؤولين لهلأ ما شفنا شيء. عم نسمع وناطرين، ولكن لأي متى؟ أنا بهنهار اليوم كنت كتير حزينة، حزينة إنه قديش اللبنانيين يلي رفقتهم 37 سنة بالحرب وبالسلم قدي هن اليوم ما عندهم ولا أي ثقة بدولتهم. قديش اشتغلنا حتى نبني هالثقة، وقديش بالمقابل الدولة ما عم تعطينا مجال ولا أبداً، يعني ولا جزء بسيط حتى نقول لهم لا كون عندكم ثقة بدولتكم. بدنا نحزم أمرنا يا لبنانيين، وبدنا نحط إيدنا بإيد بعضنا، وبدنا نتساعد، ولكن ما رح نتكل على الدولة، بدنا نتكل على حالنا مثل ما صار بها 48 ساعة. وبدي حيي كل الجهود، وبدي أقول بيستحقوا اللبنانيين يعيشوا بكرامتهم ويعيشوا حياة حلوة، يفرحوا بتعبهم وبجهدهم بعذاباتهم. ما نغص عليهم شيء، الفرح ما عم بيدوم عنا بلبنان، ما عم نقدر نفرح بشي. تركونا نقلع شوكنا بإيدنا، أكيد قادرين، لأنه لليوم للأسف الشديد لبنان عم يحترق، ما رح نتركه يحترق. ولكن للمسؤولين بنقول لهم ما بدنا وعود، بدنا فعل على الأرض. متابعة. قبل المتابعات أكيد بدي ضوي على معلومة، بدأ العمل باستيفاء الرسوم المقطوعة السنوية على الأرقام المميزة المسجلة على السيارات بكافة الرموز اعتبارا من تاريخ 18/10/2019 فقط وحصريا في مصلحة السيارات بالدكوانة. وبدي انتقل إلى وزارة المالية حتى أقول أنه كمان صدر عن وزير المالية على حسن خليل قرار مدد بموجبه مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها لغاية 21/10/2019. يأتي قرار التمديد نتيجة العطل الطارئ اللي طرأ على نظام الضريبة الإلكتروني بسبب انقطاع الكهرباء خلال نهاية المهلة القانونية للتصريح، وإفساحاً في المجال أمام المكلفين تقديم تصاريحهم عبر هذا النظام بهدف تجنيبهم الغرامات
عن عدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية. شكراً لوزارة المالية، ولكن ما خبرونا شيء عن هالضريبة إذا حيخفضوها ولا لا. بكل الأحوال استيفاء الرسوم المقطوعة على السيارات المميزة بلبنان مستثنى منها رموز الأبي يعني النواب، رموز أجي الوزراء، رموز آر يعني القضاء الروحي، رموز جي قضاء العدل، ودي سي أكيد البعثات الدبلوماسية والسفارات. بعتقد هالفئة هيدي مستثنات، وهي الفئة يمكن قادرة تدفع. بكل الأحوال هذا الأمر صدر، وعلى اللبناني يحزم أمره، وحتى لو دفع ميكانيك 2019 إذا عنده رقم مميز من الأرقام يلي حكيتها بدءا من 18/10/2019 فقط بالدكواني، كمان تنعذب الناس أكثر، تجي كلها على الدكواني حتى تدفع. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. باخذ أول اتصال بانتظار ما يصير على الخط معنا الأستاذ نديم عبدو مدير البرامج. باخذ أول اتصال. ألو؟ ألو؟ ألو، بونجور. بونجور مدام ربيكا، يعطيك العافية. أهلا فيك. بدي أنقل شغلة صارت معي. أنا عمري 22 سنة، رحت على النافعة بزحلة. نعم. عم سجل مثل حالة شاب عم يسجل سيارته، على ما في لا ما في لا اتيكيت، لا في بروشور، لا شيء، يعني اي مكتب بدنا نطلع. على كل حال قعدنا نسال قعدنا نسال، كل موظف بيجاوبنا بنوع من النشسنه، بيقول لنا طلع اسال برا، طلع اسال برا، يعني ضليتني شو ربع ساعه عم بسال. فبالاخر حدا تعطف علينا من المواطنين، قال لي انه تطلع تسجل. فما بعرف يعني ما دام هذا سلوم كذا مره حضرتك جاي على البلاتو عندك، فما بعرف اذا هي بتقبل مثلا في اولادها من عمرنا هالبحده اللي عم نعيشها، انه اللي يحطوا بروشور، اذا ما حطوا بروشور يعني هالموظفين ما سوري على الكلمه ينطعجوا اذا سالناهم بس هالفكره، ومش بس معك حق. كذا شخص بيقول بس ما بيحكي. معك حق، يعني كمان قديش عم بيشجعوا الناس انها تقوم بواجباتها وعم تدفع، وهلا اني على النمر المميزه كمان بدهم يبلشوا يستوفوا الرسوم عليها. معك حق، يعني وكأن بلبنان ما في إلا الدكوانة وعقاب وبس على الدكوانة، بس إننا نروح نظهر برات الدكوانة شغلة كتير صعبة الظاهر. لا فينا نفوت على الأوزاعي، ولا فينا نطلع على زحلة، ولا فينا نطلع على مجدلية، ولا فينا نطلع على الحدث، وما بعرف وين واصل الأمور. معك حق، هيدي لفتة أقله هالمواطن بس يوصل على إدارة رسمية تكون قدامه كل الأمور واضحة، يكون في استقبال، لأنه الإدارة الرسمية هي ملك الناس، والموظفين الموجودين بالإدارات الرسمية وبالقطاع العام هن كمان بخدمة الناس. ما ننسى هالنقطتين. أنا بشكر التفاتك، ابن 22 سنة حريص على البلد. معك حق، معك حق. بأخذ اتصال آخر. ألو. ألو، تفضل. إيه بونجور. بونجور ست ربيكا. نعم. ست ربيكا بليز، مواطن لبنان عم بحكي معك. اهلين. نحن ساكنين بمنطقه الاشرفيه. نعم. المنطقه اسمها منطقه مارمتر. اوكي. الحي اسمه حي يوسف كرم. اوكي. اذا بتفتحي الخارطه ما بتشوفيها الشارع نهائيا، ما ببين علي بالخارطه. كيف اكتشفتوا الدوله حطت لنا في 12 ارمله ممنوع الوقوف؟ ما بنعرف. حطوا لنا في 12 بلاك ممنوع الوقوف على اليمين وعلى الشمال، يعني هيدا موقف لبيوتنا ولمحلاتنا. زروب خاص منه طريق عام نهائيا ولا 1%، زروب شارع شارع خاص حطوا لنا فيه، وعلى كل عمود بيحمل ممنوع الوقوف حقه حوالي $500 يمكن حد يدفعهم على الحل. ماني عارف شو هالقانون طلع من لا بلغونا ولا شيء، ومن صف بيتنا ما بتسعب السياره. وبعتقد انتو هيدا حي سكني قديم، يعني مش حي جديد ليكون في عنده باركينجات. قديم وما اعترضتوا شارع عام ابدا. اعترضتوا بدايره السير ببلديه بيروت امبارح، ركبوا لنا ما معنا خبر، ما معكم خبر، ما معنا خبر في محلات، ركبوا لنا بلاك قلنا له هيدا شو، قال لهم ستيك وتزبط زبطوا بده خي بيتي، هيدا شو بياكل تزبط. يا ريت بيروحوا على الطريق الجديده بيشيلوا العوائق يعني. لا 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 هونيك ممنوع، هونيك لا ما بيقدروا هيك، ما قال له ما قال له الا اشرفيه. اذا بقول لك حي مرمتر تسمعي فيه شيء ولا منطقة مرمتر شارع يوسف كرم سامع في شيء؟ والله ما بتستاهل عليه، اذا بتروح عليه كيف استهدوا، كيف شافوه ما بعرف. طيب نحن كيف استهدوا على الشارع يحطوا فيه 12 بلاك؟ والله عيب، والله العظيم عيب.
طيب وين بتوقفوا سياراتكم؟ في باركينج؟ ما بيصير، لا الاسانسير ما في السياره ولا مدخل بنايه بسعر السياره، ما بعرف يعني. في حل واحد على البارك، على البارك ميت بدنا نوقف، يعني بدنا حوالي 30,000 ليره كل يوم. ما بعرف شو هالحاله هذه. معك حق، انه ما في بلديه، ما في مسؤول. بعدين المهندس اللي اجى صور هالشارع وعمل ما دارس هندسه ودارس طب اسنان، اكيد ما انه دارس هندسه، ما له خاصه بالهندسه اللي حط الارمات، ما له خاصه بالهندسه نهائيا. هذا يا حكي مثالي انا كنسيان. بكل الحالات حقك انك تعترض، خصوصا انه بهالاحياء السكنيه يعني القديمه، بيوتها مش جديده، الناس معوده توقف سياراتها ومرتبه امورها. يعني بعد ما تلتهي الدولة بهذه الأحياء هيدي، تروح تشوف الأماكن يلي مفروض اليوم تأمن باركينجات، تأمن نقل عام منتظم، تأمن أمور أكتر تسهل أمور الناس، ما تعقدها. كون الناس مزبطة أمورها ومرتاحة ببعض، تجي بتعقدها. ما بدنا تعقدولنا حياتنا، بدنا تسهلولنا إياها. فاصل ومنتابع. نتابع الحلقة عنا عبر الام تي في. بدي ألفت موضوع رسوم الأرقام المرمزة. صراحة هو طالع التابلو بالملحق، ولكن متشعب لدرجة بس بقدر أقول للناس، لأنه أكيد بده واحد يسأل أنا قدي طالع على سيارتي، 3 أرقام ولا 4 أرقام ولا 5 ولا 6. اللي بقدر أعرفه يعني هلأ بالاختصار، يعني أعلى رسم 750,000 وأوطى رسم 100,000. رح حاول بكرة بالبرنامج أني حط التابلو حتى يعني شوي متشعب، لانه في فئات A, B, C، يعني حتى تسهل اكثر الشيء على الناس. بنتقل الى دامور مجددا، اللي عم بتلملم اليوم هي وكل المناطق والكره اللبنانيه يلي اندلعت فيها النيران وصار فيها اضرار كثيره. حتى اوقف عند الاركانسيال، كلنا بنعرف الاركانسيال شو اهدافها، شو رسالتها. تواجدت بالدامور من 15 سنه لأنه دايماً هدف وجودها بمكان ما هو إنمائي ولخدمة الناس. معي على الخط مباشرة مدير البرامج الأستاذ نديم عبدو. بدي لكم الحمد لله على السلامة. وبالبيان اللي صدر مبارح، أول شغلة قلتوا الحمد لله ما خسرنا أرواح، وبنشكر كل من اتصل وساهم وطمن عنا. صحيح، ميرسي كثير ربيك على استضافتنا، والحمد لله على السلامة للكل. أكيد الوجع كبير، بس إيماننا أكبر تنقدر نكفي ونستمر بخدمة الأشخاص اللي بحاجة لأدنا. وضعتوا خط ساخن، وبعتقد من لحظة بلشت الأمور هيك تنقشع كانت الناس وأهالي الدامور بالتحديد عم يتواصلوا معكم. خبرنا شوي عن أهمية مركزكم بالدامور، وكيف مع كل مأساة الدوامرة إذا بدي سمي رجعتوا شوي شوي تلملموا أموركم. صحيح، يعني مثل ما ذكرتي نحن قررنا نكون عندنا مركز بالدامور لنشوف حاجات هيدي البلدة. أكيد هيدي البلدة اللي عانت كتير كتير بالحرب اللبنانية، بالفظائع على الحرب، ونحن مناسبة لإنماء هيدي البلدة وجودنا هونيك. دراستنا لحاجات البلدة من 15 سنة وأكثر لورا فرجتنا أنه في أمور فينا نشتغل فيها. أنشأنا حضانة لدولات بالبلدة بتستقبل 32 ولد حاليا هلا، واليوم كمان عطف البلده قدر يامن لنا اكيد مكان اخر. اليوم في كثير اشخاص ساعدونا وامنوا لنا اماكن اخرى لهول الاولاد. في عندنا المشاغل اللي بنقوم فيها نحن بكل الاعمال للمفروشات اللي بنقوم فيها، من نجاره لنجاده لدهان، كل الاشخاص اللي بتعطينا مفروشات منا بحاجه لها نحن منعيد استعمالها وتزبيطها تتصير بحالة جيدة، وقسم كبير منا بيروح وهب لأشخاص ما عندهم إمكانية يفرشوا بيوتهم، بتساعد كتير أشخاص يقلعوا بحياتهم عن جديد. هذه أكيد المشاغل بتشغل أشخاص، أشخاص عندها إعاقة، أشخاص عندها مشاكل. عندنا 35 شخص بهذا المركز بيعتاشوا وبيكونوا هني متطوعين بهذه الأعمال هذه. بالإضافة للخدمات الاجتماعية والصحية اللي بنقدمها من علاج فيزيائي وطب أسنان ومختلف الخدمات والمعاينات الطبية. كمان في كاريتاس موجودة عند مكتب عندنا بقلب المركز، كمان بتتابع ملفات الأشخاص اللي هن بحاجة. ما بذكر كمان النفايات المنزلية لإعادة التدوير. كمان نحن عندنا 200 مسكن ومؤسسة
بيبعتولنا بنجيب من عندهم كل شيء، ماتيريال سيكلاب، الكرتون، البلاستيك، ورق وتنك الى اخره، كرمال نقدر هون كمان نبعتهم للمعامل وما يروحوا على المكبات. يعني اني اركانسيال بهذه المنطقه عم يتابع مع الانسان ومع البيئه بشكل مستمر. حوضعته خط ساخن، نحن يعني حطيناه كمان خط اذا في حدا يتواصل معك عم نحطه على الشاشه. اليوم فينا نقول جاردوري رجعت، شو اللي رجع؟ بس اكيد مش بالمكان الاساسي، يعني اللي فهمته انه صار في تقدمه لمكان اخر للجاردوري. شو بعد ناقص استاذ نديم؟ صحيح. هلا نحن بحاجه لاماكن مثل مستودعات نحط فيها هالمفروشات كنا نستقبلها. نحن يوميا كنا نستقبل كميون مفروشات بينزل بينشاف شو حالته بيتزبط، و يعني كمان اشخاص بتيجي بتاخذ مفروشات، يعني نجارين ودهانين ومنجدين كلهم كانوا عم يشتغلوا، يعني عاملين حركه اقتصاديه محليه لاعاده الانماء. بالضبط. اليوم فقدنا فقدنا المكانات، فقدنا المكان، طلبنا اذا في اشخاص تقدر تامن لنا اماكن تهل الناس تشتغل فيها، وطبعا هالمكانات والعده اللي بتجي معه. نعم هيدا. نعم نحن بدي اشكرك، واكيد لنا اتصالات ثانيه، وانا برجع بحيي روح التضامن رغم المأساة. الناس بعدها عم تتضامن لأنه بيعرفوا رسالة لما بتكون موجودة بمكانها قداش بتعطي إيجابيات لأهالي المنطقة. بدي أنتقل لصورة اليوم. من كل الصور يلي كنت عم تابعها، أكيد النيران يلي ما رح ننساها بحياتنا اللي أدمعتنا، ولكن هيدي الصورة كتير هيك لفتتني. الدفاع المدني يلي مجرد من كل تجهيزات إنما باللحم الحي كان عم يدخل على النار، بس كان عم يتكل على عناية إلهية كمان، حتى نقول شكرا للعناية الإلهية يلي ساعدتهم وساعدت ورحمت لبنان بعدها 48 ساعة يلي انفتحت نار جهنم عليها، حتى قلن بيستحقوا مش كلام ووعود، بيستحقوا أفعال، بيستحقوا أفعال، وعلى الدولة إنها تعطيهم حقوقهم. مش كل مرة منوعدهم ولما بتصير المصيبة ما في غيرهم، لا، هني دايما حاضرين ولكن بيستحقوا. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.